سامي، تقريبا ما جاء في مقدمتك تقريبا هي آخر المعلومات حسب تقرير الشرطة الإسرائيلية. دعني فقط أنقلك للصورة لعين المكان. تفضل. زميل سامي، هذه النقطة بالضبط وقفنا عليها وجد شاهدنا الجثة، منعتنا الشرطة الإسرائيلية من نقل الصورة من هناك، لاحظنا دم. الجثة توجد في هذه المنطقة، وبالتالي تبعد تقريبا بحوالي 300 متر عن مركز شرطة صلاح الدين هنا بمنطقة باب الزهرة، وبالتالي يبدو أن المنفذ كأنه اتجه في هذا الاتجاه وأطلق عليه النار. كذلك تنشر صورة لسلاح كارلو، وهو سلاح يدوي الصنع، يتم صنعه بطرق بدائية. إذا ما صحت أن هذا السلاح هو كذلك، لم يصدر أي تقرير رسمي سامي عن وصف السلاح، لكن الصور المنتشرة للسلاح حاليا هنا بحسب الوسائل المحلية تعود إلى سلاح كارلو اليدوي الصنع. وبالتالي هناك كذلك الشهود عيان قالوا أن عدد الإصابات هم 6. نحن لاحظنا أن عديد سيارات الإسعاف موجودة هنا أثناء بداية الحادث. كذلك الشرطة في تقريرها قالت أن هناك إصابتان للشرطيان، أحدهما حالته خطرة، وأن هناك مشتبه ثاني يتم البحث عن هذا المشتبه. عندما نقول المشتبه قد يكون حقيقي وقد يكون فقط بداية التحقيق الأولي، لكن هناك حالة من اليقظة الأمنية الكبيرة جدا في كل محيط باب الزهرة هنا في هذه المنطقة في عمق مدينة القدس. هذه المنطقة لا تبعد إلا بأمتار يعني عن المسجد الأقصى، وبالتالي لها من الدلالات الشيء الكثير. كذلك أن خط توازي أو خط فصل بين العرب والفلسطينيين والخط الآخر حيث يوجد اليهود الإسرائيليين، وبالتالي هناك حالة من التشنج، هناك حالة من الغضب هنا في هذه المنطقة حاليا نتيجة هذا الفعل. كذلك لاحظنا انتشار للجيش يدعم الشرطة، مروحيات تحلق في سماء هذه المنطقة. هذا يعني بدأ هذا وصول يعني بعض وسائل الإعلام. اسمح لي محمد، اسمح لي، آسف لمقطعتك. هذا يعني أنه انتشار العدد الكبير من الجيش ورجال الشرطة يعني أنه في الأمر شيء أخطر من مجرد حادث معابر وما إلى ذلك. هذا أولاً. بالضبط. إذا ما كان استطاع زميل المصور أن ينقل الصورة إلى هناك. تفضل تفضل. تفضل معك محمد. فقط هذا هو مركز الشرطة في هذا الاتجاه. مركز الشرطة الذي تمت فيه العملية هو الذي يصوب عليه الزميل صهيب كاميرته حالياً. في سؤالك الأكيد أن هذه العملية في هذا التوقيت يشتبه لديها عديد من الدلالات، قد توجه أصابع الاتهامات إلى العديد من الجهات خاصة المقاومة الفلسطينية أو الفصائل المسلحة، لكن هذا الأمر ليس وارد طالما هناك دليل مادي ملموس، خاصة أن نحن نعلم سامي في علم السياسة أحياناً تقلب الطوارئ والأحداث لصالح هذا الطرف أو الآخر، وبالتالي لا يمكن الآن يعني الاعتماد على الشك طالما أن اليقين لا يزال غائبا. نعم. ثانيا كذلك حتى لو ظهر يعني لو قامت جهة معينة، لو قامت الحكومة الإسرائيلية باتهام جهة معينة، ننتظر الجهات الأخرى بتبني الحادث. نحن نعلم أن المقاومة الفلسطينية لا تستحي عندما تتبنى عملية معينة، وبالتالي ننتظر إذا ما كان سيكون هناك تبني لهذه العملية. سامي، إذا ما كان هناك تبني لهذه العملية من جهة معينة حينها يمكن التأكيد أنها مرتبطة بجهة معينة، أما إذا ما ظل فقط طرف آخر يوجه الاتهام للطرف الآخر تظل دائما عديد الأحداث مثل هذه يعني أحيانا سيست وأحيانا محاولة إلساقها بجهة لحساب جهة أخرى، وبالتالي ننتظر. الأكيد أن الساعات القادمة ستكشف عن هوية منفذ العملية، ونحن بانتظار، لكن ظروف هذه العملية وتوقيتها وزمانها ومكانها يحمل الشيء الكثير.